قلق اللبنانيين وخوفهم من مجرد فكرة الذهاب للمستشفى أو الطبيب ليس القلق التقليدي الذي قد ينتابك أو ينتابني عند الحديث عن عملية جراحية أو عن طبيب الأسنان. قلق اللبنانيين خوف وذعر ليس من الإجراء الطبي نفسه، ولكن من تبعاته وما قد يليه. فالحصول على المستلزمات الطبية المرتبطة بالجراحات المختلفة وحتى البنج أو المادة المخدرة أصبح معضلة، والحصول على الأدوية حتى الأساسية التقليدية منها مثل أدوية السكري أو الضغط أصبح حلما في الأغلب صعب المنال. لبنان يمر بأزمة صحية ودوائية طاحنة لا تنفصل عن أزمة اقتصادية يتوقع أن تصنف كواحدة ضمن أسوأ الأزمات التي شهدها العالم خلال 150 عاما مضت. اليوم نستمع إلى قصص اللبنانيين أنفسهم في رحلة بحثهم عن الدواء، ونحاول أن نرصد بعض المبادرات الأهلية لتوفيره، وأن نبحث كذلك عن حل الأزمة من وجهة نظركم أنتم. في نقطة حوار أنا محمد عبد الحميد، ووسائل الاتصال هي المعتادة. على الهاتف 00442030752989، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحة الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. التفاعل كبير جدا اليوم مع أحدث حلقة من الأزمات التي يعيشها اللبنانيون، وهي أزمة القطاع الصحي ونقص الدواء تحديدا. عباس مثلا قال لنقطة حوار: النظام الصحي هو منظومة متكاملة لا تنفصل حلقة منه عن الأخرى، فالمستشفى والطبيب والصيدلي والدواء ووجود الدولة لتذليل الصعوبات هو ما يضمن وفقا لعباس عدم الانهيار. أما حسن فيتحدث عن عواقب ما يحدث بالفعل في لبنان، ويقول: سيموت الفقراء ويهرب الأغنياء وتنتعش المافيات. هذه وجهة نظر حسن، وأدعوكم جميعا أن تشاركونا برأيكم إذا كنتم من داخل لبنان بالطريقة التي تفضلونها، حتى إذا كنتم لبنانيين لكن من الخارج وتتواصلوا مع الأهل هناك. ما هي رحلة البحث عن الدواء بالنسبة لهم التي أخبرنا كثيرون أنها أصبحت رحلة أو طقس شبه يومي للأسف، وطقس صعب جدا. سنستمع لهذه الآراء سواء على الهاتف أو أونلاين، وأرحب بداية بضيفتي من بيروت عبر خدمة سكايب الأستاذة بشرى حسون. هي مواطنة لبنانية وواحدة ممن يعاني من فكرة البحث عن الدواء، ولذلك قصة. أستاذة بشرى أعتقد أهلا بحضرتك، وما طبيعة الدواء الذي تبحثي عنه وإلى أي مدى هو صعب الوصول إليه؟ أهلا فيك، كيفك؟ تمام؟ تمام تمام عزيزتي، أهلا وسهلا. أول شغلة، نحن عندنا مش مشكلة دواء واحد. يعني أنا مثلا أمي فجأة صار عندها ضغط، صار عندها روماتيزم أترقى عظم درجة أولى، فاريز، يعني كتير أشياء وأنا أعطيها إياها بنفس الوقت ما عم لاقيها. يعني تخيل أنا من فترة الشهر الماضي عم ببرملها على دواء، رحت 28 صيدلية ما لقيت دواء. يعني مش صيدلية واثنين، 28. تخيل أتفه شغلة، البنادول الأزرق كان علبة صار يبيعونا إياه بالظرف، وبدك 100 واسطه لتاخذ ظرف بنادول ازرق. هيدا كان نحن نجيبه يعني نعتبره شيء عادي. وبنفس الوقت الاسبرين او الاسبيكوت، بتلاقي كثير ناس اهلها عندهم مثلا دمهم عنده كثير تسرع للجلطات، مجبورين بالاسبرين والاسبيكوت ما عم يلاقوه. يعني انا من وراء فكره امي انه انا برمت كثير وبكيت ما لقيت الا دواء، لبعد حدا ما عارفه بعرفه انا يعني صوب الجنوب عمل لي ودي لي مع شركه ديليفري لامي. من وقتها اخذت عهد على نفسي انه اي حدا انا بحس بده دواء انا بدي امن له اياه وودي له اياه، لو شو ما نكلف الموضوع. لانه عن جد نحن هلا بازمه، مش مشكله انه بس انت دواء، هيدي كانها حرب انسانيه على الناس اللي عايشه هون. بس هو الدواء مش موجود اصلا يا استاذه بشرى، ولا موجود بس غالي يعني؟ ولا انا بدي اقول لك شيء، اول شغله في ادويه موجوده مخبينه بالمستودعات، ما عم يطلعوا منها للصيدليات. انا اليوم برمت على كثير صيدليات سالتهم، قلت لهم انتوا عم تتسلموا دواء ولا لا؟ قام الصيدلاني قال لي لا ما عم يسلمونا دواء، واذا سلمونا قليل كثير، يعني يا دوب ثلاث علب او اربع علب من اي نوع. طيب اوكي، مريض السكري، مريض الضغط، مريض الكوليسترول، مريض الشحم، الانسان اللي عنده حاله كثير صعبه اللي هي كانسر، طيب اللي عنده كانسر منين بتجيب الدواء؟
والادويه عندنا صايره كثير غاليه، عم تنباع بالسوق السوداء بسعر رهيب. يعني اللي كنت تجيبها ممكن انت ب 10 او 15، لا بقى تجيبها ب 40 و45، واذا شالوا الدعم يعني نعتبر انه الفقير ما بقى فيه يجيب دواء. مفهوم طبعا، انا عم يعني اقول لك السعر بالاضافه للتوفر اصلا. البعض قال يعني انا لنا عم ان الطوابير الصيدليات يا استاذه بشرى فاقت صح طوابير محطات البنزين الان. مظبوط، لا عن مظبوط. جد مظبوط، وكثير وما شوي. يعني الطواف على الترمبة يعني منظر بيخليك تكون حتبكي صراحة، وبتروح على الصيدلية تشوف اللي مرة عم تقول لهم لو سمحتوا بدي حبة، ما بدي علبة، بدي حبة دواء سكري، السكري معي 900، وقدام عيونك وانت ما فيك تعمل لها شيء. يعني حط حالك انت بهالموقف، يعني انا حطيت حالي محل كل الناس اللي عم شوفهم، صرت ابكي. بس يعني هو انا تخيل الأدوية امي اللي حضرتك بتذكريها يا أستاذة بشرى، يعني ربما ده مفهوم في أدوية صعبة زي أدوية السرطان مثلا، يعني وقاك الله ووقانا جميعا، لكن آمين يا أدوية رب بسيطة العالمين. زي السكري والضغط مفيش دواء محلي، مفيش بديل محلي. طيب حتى المشكلة مش في بديل، المشكلة إنه هن محتكرين الدواء مخبيينه عندهم، ناطرين ليشيلوا الدعم بيصيروا بيعوه بدل 100 200 و300، ما بتفرق معهم. أنت عم تحكي عن وضع بلد رايح للهاوية، يعني ناس عن جد. أنا لما نزلت على الأرض شفت الناس، أنت عم تحكي عن لبنان اللي كان يعني الناس تحكي وتتحاكى فيه، الناس تغني للبنان. هلا تعال شوف لبنان، بنزين ما في، دواء ما في، مواد غذائية الأسعار بالنار، الدواء أسعار نار. يعني أنت عم تحكي عن يعني وضع ناس، وبالذات أنا من الشمال، أنا من ضنية، وأنا يعني عم بطلب من الناس يجيبوا لي دواء صوب الجنوب، صوب البقاع، صوب بيروت، صوب صيدا. يعني وفي هون عندنا صيدلتين، انا عن جد هدول الناس انا ممكن بعدين ارفع لهم شابو با، لانه هدول الصيدلتين الوحيدين اللي قدروا امنوا لي دواء لامي ودواء لناس انا وحياة الله ما بعرفهم شخصيا. طيب انا هرجع مع حضرتك مره تانية يا استاذه بشرى عشان اعرف اكثر تجربه حضرتك وازاي وفرت الدواء، لكن بما ان انت ذكرتي اوكي صيدا خليني اتحول الى سليم. سليم يتحدث من صيدا على الهاتف. يا سليم اهلا وسهلا، استمعت لمقاله بشرى، هل تمر بذات الظروف؟ هل لديك ايضا رحله صعبه كما استمعت اليها للوصول الى الدواء، ولا توفير الدواء سهل بالنسبه لك؟ هلا بالنسبة لي أنا ما بتعاطى قضية بس ما ذكرت بإيشي، لأن فيها منيحة بس أنا عم بسمع كثير من التجارب العالم بالعالم اللي هم فيها خلال الفترة، وعم بسمع رسائل لأنه الطلبة كمان عم بحكي رسائل حكي لي كذا قصة. هلا اللي استنتجته في البداية هي في جزء مفتعل من الأزمة، الجزء طيب انا سليم، انا اعتذر لحضرتك لانه صوت شديد السوء للاسف لا استطيع تمييز ما تقول يا عزيزي، ارجوك اتصل من خط افضل كي نستمع لشهادتك. وخليني ارحب بفالنتاين على الهاتف ايضا حتى تعود انت. فالنتاين اهلا وسهلا، اهلا فيك، ميرسي. اهلا بحضرتك منورانا. هل الحصول على الدواء فعلا صعب زي ما وصفت بشرى لنا؟ نعم، وكثير شيء بشع. يعني عم نوصل لمحلات، انا عندي كرونيك إلنس، اذا وصلت لمحل ما جبت الدواء تبعي I'm at risk of diabetes، مشاكل كلاوي، مشاكل حتى الغده الدرقيه، والدواء تبعي كثير سخيف وكثير رخيص. عم بوصل لمطرح صيدليه عم تطلب مني هويتي، ورقه حكيم، وفحص دم تتأكد انه انا عن جد بهي حاجه لهذا الدواء تتأمن لي اياه. يعني صرت انا بدي اترجاهم على ابسط حقوقي وغيري، كتير كتار. يعني انا يمكن صبيه وبتحمل اقعد بلا دواء، صحتي يمكن بتساعدني شوي، بس بهذا الختيار اللي عنده سكري او اللي عنده ضغط، الطفل اللي بده حليب، يعني رايحين على سيناريو بخوف. اذا المسؤولين بالدوله منن واعيين، معقول نشوف ناس عم بتموت يعني بالطرقات، وهون وهون من ورا ما في دواء. ألف سلامة عليكي فالنتاين، وما تشوفي شر أبدا يا رب، لكن بعد كل ما ذكرتيه بتلاقي الدواء في الآخر ولا أيضا لا تجديه؟ ما البدائل؟ تعملي إيه طيب؟ ما في حتى بديل الدواء. يعني أنا سألت
عن تركيبة نفسها غير اسم تشوف إذا معقول لاقي البديل، كمان منه موجود، بيقولوا لك إنه ما عم بيسلمونا، يعني مثل كأنه السبلاير تبع الدواء عنده الدواء بس ما عم يعطيهم إياه. شو الأسباب؟ يمكن كرمال مثل ما حكي حدا قبلي إنه كرمال ناطرين تشيلوا الدعم تيغلوا على العالم، كثير أنت مجبور بدل ما تدفع 10,000 حق الدواء تبعك تدفع 100 أو 200,000. صارت يعني حتى تجارة بصحة الناس يعني لهالدرجة، إنه أنا ما بدي أخسر بحق الدواء بنتر تيرفع الدعم وبيع الغالي. مين المسؤول عن 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 هذا الموضوع تعتقدي فالنتاين؟ لانه خلال الايام الماضيه استمعنا سجال كبير، الحكومه طاره، البنك المركزي طاره اخرى، ولوم للصيدليات، لوم لشركات الادويه، الجميع كل طرف يلوم الاخر. اعتقد انت من وجهه نظرك من المسؤول عن وصول الامر الى هذا الحد؟ كلهم مسؤولين، ما كل ما هي تشين يعني مرتبطه ببعضها. واللي وصلنا انه البنك المركزي يوصل ما يقدر يمضي، طيب شو بيقولوا يعطي الفند للادويه، المصاري اللي انهبت من جيبتنا مثل ما بيقولوا عم ندفع حقها، هلا ما عم نقدر ناخذ دوانا بقى، ما عم يقدر بقى تو ريليس الفند نحن نجيب الدواء. ما فيش تمويل او دعم كافي. دعم. طيب ايه ما في. آخر شيء، أنتوا يفترض الدواء اللي بتحتاجيه هو دوري، مظبوط ولا هو دوري؟ عندك يكفيكي الفترة القادمة ولا لا تمتلكي منه أي شيء؟ صراحة من بين 12 صيدلية برمت على يون لقيت علبة واحدة، وأنا عندي علاج مستمر، وغير أنه هذا الدواء مؤقت، يعني أنا لازم وقفه بعد 6 أشهر وانقل على علاج تاني اللي هو سبلمنتس، يعني مثل زنك ومغنيسيوم، وهيدي الأشياء كثير غالية صارت لأنه أغلبها مستورد وبتتسعر على الدولار، غير أنه هي منا كمان يعني العلبة دي حتكفيك قد إيه يا فالنتاين؟ سوري ما سمعت. العلبة أنتِ قلتي عندك علبة واحدة، كم من الوقت بتكفيكي؟ حتكفيك قديش؟ شهر بس، وانا شهر. عندي 6 أشهر علاج قبل ما بلش سبلمنتيشن. واعتقد ان في الحاله دي رحله البحث يجب ان تستمر في محاوله البحث عن مخزون على الاقل كي نؤمن نفسنا من الدواء. انا اشكرك فالنتاين، شكرا جزيلا على التواجد، ونتمنى ان تنتهي هذه المعاناه لك ولبقيه من يريد دواء شديد الاهميه بالنسبه لي، سواء ما ذكرتيها وما ذكروه بقيه المتصلين. استاذه بشرى اعود لحضرتك مره اخرى، والوالده كما ذكرتي الله يديها الصحه محتاجه دواء على اصعده مختلفه، واضح دواء دايم مش فيك تاخذه فتره وتوقف. انت المشكله انه نحن النظام، سوري من الكلمه، النظام الفاسد اللي عندنا بلبنان خلب الدنيا، سرقوا المصاري صارت كلها برا، بطل عم يمدوا للدواء ونحن قاعدين. والادويه تخيل انا اتفه شغله انا بتحرق قلبي، بتعرف شو هي؟ الاولاد الصغار اللي ما عم تلاقي لهم اهلهم حليب، يعني هيدا الشيء بيحرق قلبك من جوا. فوت على اي صفحه على الفيسبوك شوف اهل عم يطلبوا حليب لاولادهم، انه نحن منين بدنا نجيب لهم حليب؟ اللي بتحسس على حليب امها منين بتجيبوا لها حليب؟ طيب نحن وين عايشين؟ عايشين بغابه انه ما حدا سائلين ولا عارف نحن لوين واصلين؟ انت ماشي هلا، يعني انا مره كنت بصيدليه وحده عم تقول لهم لو سمحتوا بدي بس حبة دواء سكري، ما بدي علبة، بدي حبة سكري ما يتسامية، يعني ممكن هالمرة إذا طلعنا على استقطار تروح فيها غيبوبة، ما عطوها حبة، ولما يفوت واحد أزعر فرضه على خصره بحق له ياخذ علبة دواء ويمشي. بس ده معناه إن الصيدليات نفسها أستاذة بشرى جزء من المشكلة. بس لا، المشكلة الأكبر المستودعات المخبية الدواء، كلهم عم يعطوك إن الديبو اللي عندهم هن، بس ما عندهم كتير بالديبو. أنا كتير بعد القصص اللي صارت وصرت أمن دواء لكتير ناس أنا بعرفهم وناس ما بعرفهم، صرت أسأل الصيدليين عن جد، قال لهم أنتم بترضوا لأهلكم هيدا الشيء؟ إذا فيكم تأمنوا لي لو علبة، أخ ما بدي علبة، أعطوني ظرف. تخيل دواء حماية المعدة صار بينباع ظرف ظرف، يا كانت أنا أشتريها دواء لحالي لمعدتي اسمه ال بي زد، كان اشتري علبة صار نشتري ظرف. الظرف فيه 10 حبات، يعني ضبي قدك 10 أيام. يعني غلا وقهر وتعتير وظلم، وفوق كل هيدا دواء ما فيه؟
وانتوا محتكرين وتفضلي الدواء عنكم. اتصور دايما في حاله من القلق، لانه حتى لو توفر لك ظرف او شريط واحد 10 ايام انت مجبوره ان تدوري على ظرف اخر وظرف تاني. حتى ليك انا بقول لك شغله، سوري بس فيني احكي كلمه؟ طبعا طبعا. انا في صيدليه عندنا بالضنيه على طريق كفرشلان. نحن اللي عم يسمعني هلا بيعرف انه احنا هو لبناني بيعرف انه احنا وين بالضنيه، على طريق كفرشلان. هاي الصيدليه اسمها صيدليه زين. انا سالتها مره تنتين وثلاثه على دواء، وحيت الله من دواء امي او بعثوا لي من البقعه، بعدين رحت لعندها قلت ليش لبعد انه ما كان بلاقي عندها، انه هي من قديم نحن بنعرف انه هي الصيدليه نحن ممكن نلاقي عندها دواء. رحت لعندها قلت لها لو سمحتي ليكي انا قصتي 1 2 3 وانا عم امن دواء لناس مش من هون من طرابلس من عكار وهيك، واي حدا عم يطلب مني دواء لو من برات الشمال انه عم بيجي يلاقيني بالشمال وبياخذوا مني، انه حرام الناس ما عم تلاقي دواء وادويه اهلهم مزمنه. قالت تكرم عينك انا اللي فيني امن لك بامن لك من عيوني. وعندنا صيدليه هون بتيران اسمها صيدليه زينب، كمان طلبت منه كذا مره والله لبيني. انا كويس يعني انه صيدليات هناك حالات ما بيلبوك بكثير، بس بيلبوك مثلا اللي قدروا عليه واضح، لان الازمه بتشمل الجميع يا استاذه بشرى. ما قصدتني عم اقول لك لما سالته قلت له انه فيك تعطيني قصه اكثر، قال لي بشرى قال لي انا عم امن لك لناس حرام اجر وثواب، بس انا عندي ناس دايمين عندي كمان هن بدهم دواهم، اللي بده دواء ضغط، اللي بده دواء سكري، اللي بده انسولين، اللي بده دواء شحم. طيب انت عم تحكي عن وضع كثير صاير تعتير عنا. انا قبل ما اسيب حضرتك اتفضلي، انا بس قبل ما اسيب حضرتك محتاجه اطمن على الوالده كمان صحتها. لا الحمد لله ماما انا هلا جبت لها دواء وعم بعطيها اياه والحمد لله ماشي الحال. وهلا على فكره اللي حكيت لك عنهم كمان، وفي صيدليه كمان كمان مشان ما اكون غلطانه بحق حدا بالفوار اسمها صيدليه جمال، كمان هذا ربحت من نيته امني دواء لامي على شهر كامل اخذته من عنده. فالحمد لله بعمل هاي 3 صيدليات انا عن جد برفع لهم شابوبا لانهم كثير عم يساعدوا ناس ما قدرت تجيب دواء، وناس ما قدرت كمان اتامن دواء لحالها ولعائلتها. يعني اعتبري اخي اعطيني علبه انا رضيني منك، بس على الاقل امنتني شهر. حكيني حدا قال لي بشرى بليز بدواء لامي ضغط وسكري وشحم، قال لي والله افتلت الدنيا ما لقيته. وحكى حدا ببلد ثاني بسوريا يعني جيب له لو انه البديل، قال له ما في. هو ده قال لي حكيت هاي قلت لها الصيدلانيه اللي قلت لك عنها اسمها باسمه، قلت لها قال له بس بليز فيك تامني لي؟ قالت لي من عيوني بكره نزلت بتاخذيه كامل. وحياه الله يعني انا استحيت يعني لو نحن لوين رايحين. وحياه الله صرت بتمنى غمض عيوني ما فتحهم، لانه عم تشوف ولد ما عنده حليب، عم تشوف ناس خطيره ممكن قدامك يموتوا وما انك قادر تعمل لهم شيء. لا بعد شر عليك يا استاذه بشرى، اولا سلامتك شيء مهم جدا، وثانيا المجهود اللي بتقومي بيه واضح انه المجهود اللي حضرتك بتقومي بيه واضح ان في عائلات تانية محتاجه له كمان. ف شكرا جزيلا للمجهود، وشكرا جزيلا ان حضرتك متواجده معانا. معلش سوري شوي صغيره، لما حكيتكم بدنا نحن ناخذ نظره الامم المتحده لنا. انا بطلب طلب واحد، لما بده ينبعث شيء على لبنان بتمنى ينبعث على جمعيات لناس عندها ثقه، لناس ممكن توصل الاشياء اللي عم توصل من دواء لمواد غذائيه لاي شيء للشعب، مش لايد الدوله، لانه وحياه الله اي شيء عم يوصل لايد الدوله ما عم يوصل للشعب. طيب ودي مشكله كبيره، لانه هي واضح ان هي فقدان الثقه كمان يا استاذه بشرى. لكن احنا بينا وبين دولتنا ما عندنا ثقه. انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا على التواجد معنا اليوم استاذه بشرى حسون، وعن جد ان شاء الله صوتنا بس يوصل. وصل واتمنى ان يصل ويتم اتخاذ خطوات ايجابيه، وسلامي لحضرتك وللوالده اهم حاجه، الف سلامه عليها. محاوله الاستاذه بشرى كمواطنه لبنانيه عاديه لتامين الدواء لاهلها لوالدتها وكمان لمن يحتاج قدر الامكان هي محاوله جيده جدا. البعض ربما قد يقول ان هذا واجب الدوله بالاساس، لكن بعض المبادرات الاهليه هي امر جيد لا جدال في ذلك. ومن ضمنها ايضا ما تقوم به مؤسسه او مجموعه من القلب للقلب في محاولة لتوفير الدواء كذلك وسط هذه الأزمة الطاحنة. على الهاتف من بيروت أيضا الأستاذة لينا زخور المتطوعة في مؤسسة مجموعة القلب للقلب. أستاذة لينا أهلا بحضرتك، ما هو نشاط المجموعة على وجه التحديد؟ كيف بدأت الفكرة وكيف تعمل؟ مساء الخير. مساء النور، أهلا. نحن جروب من قلبي لقلبك،
بلشنا من قبل الأزمة بلبنان، ما كنا قادرين نشوف وجع الناس قاعدين عم نتفرج. نحن مجموعة شباب وصبايا فريق عمل ومشروع شخص من خلال متطوعين توحدنا من كل الطوائف، ضد الجوع، ضد الغلا، ضد البطالة، ضد القهر، وصرخة واحدة لنوصل وقع الناس هموم الناس. صوت واحد، صوت الذين لا صوت لهم، وما أكثر الأصوات الموجوعة في وطني. عن أزمة الدواء تحديدا يا أستاذة لينا، لأن واضح ليكم أنشطة أخرى، لكن نشاطكم في أزمة الدواء، يعني كيف تساعد اللبنانيين في هذه الأزمة على وجه التحديد؟ أزمة الدواء وأزمة حليب الأطفال هلا خاصة، فكل همنا هلا نقدر نلاقي حبة دواء وعلبة حليب للأطفال. للأسف للأسف الشديد، وفي كثير صرخات بحاجة لأدوية، مش عم نلاقي أدوية أبدا أبدا أبدا، عم بشتغل ليل نهار ليل نهار، والأدوية عم يتبرعوا فيها الناس لبيوتهم، مش ما في أدوية قليلة، تلاقي جدا أدوية بالصيدليات ما في أبدا أبدا. جيد، بتعملوا ايه يا استاذه لينا على وجه التحديد في محاوله لتوفير الادويه؟ يعني ازاي بتنظموا نفسكم، وهل تنجحوا في النهايه في توفير هذه الادويه؟ بصعوبه طبعا بننظم، نحن كرمال هيك نحن صفحتنا على الفيسبوك كرمال هيدا الموضوع، بنستخدم السوشيال ميديا، الناس بتساعدنا طبعا من خلال جروبات اخرى منتشرين، يعني في كثير، وفي الجروب كله متطوع 24 ساعه لنقدر نلاقي الادويه، وعم نلاقيها بصعوبه، في كثير ناس عم نقدر نامن لهم، في كثير ناس لا للاسف ما عم نقدر نلاقي الادويه. والحلو انه العالم من بيوتها عم تعطي الادويه للناس المحتاجه، من بيوتهم عم بيقولوا تعوا خذوا الدواء، نحن عندنا دواء تعوا خذوا، بس ما يكون حدا بحاجه لادويه. يعني على الصفحة على الفيسبوك بيتم نشر الدواء الناقص مثلا، وبتستنوا استجابة من شخص آخر لديه الدواء أو صيدلية لديها الدواء المطلوب. نعم. جيد. نعم. إذا احتجتم أن من خلال كثير أشخاص، إذا احتجتم أن تقوموا بشراء الدواء، يعني ما حدش بيتبرع به لكن من خلال صيدلية، هل بيكون بسعر معقول ولا الأسعار مبالغ فيها؟ من خلال صيدليات أسعار الصيدلية ما بيعطوك الدواء كامل، بيعطوك ساشيه مثلا، ساشيه مش علبة كاملة، وفي كثير أدوية عم تنباع بالسوق السوداء للأسف. وفي أشخاص صيدين، في أشخاص بحبوا وطنيين بحبوا لبنان بيتبرعوا بالدواء من قلبهم، وفي ناس عم بيتاجروا بالأدوية. مفهوم طبعا. أكثر الأدوية اللي عليها طلب من خلال الجروب يا أستاذة لينا إيه هي، وهل بتقدروا توفروها ولا لأ؟ الأدوية الأكثر شيء الأدوية قلب، أدوية ضغط، في حتى قطرة كانت، كنا عندنا حالة لرجال خيار عمره 71 سنة بحاجة الإبرة اللي هي اللوبي نوكس، كمان مقطوعة وجمعنا له إياها من هون ومن هون ومن هون. أدوية سكري، حتى البنادول، تخيل البنادول هو أبسط شيء، ما كنا نتخيل يوما ما أنه بلبنان يكون مقطوع من البنادول. هلا البنادول مقطوع، ما في بنادول. بشرى قالت لنا ذلك، ان حتى المسكن البسيط اللي هو عشان الصداع او الحاجات البسيطه حتى للأسف مش طبعا مش موجود طبعا. طيب انا بس قبل ما اسيب حضرتك، يا ريت تكرري علينا اسم الجروب او المجموعه بالظبط، لمن يريد ان يصل الى دواء ممكن يدخل عليكم ويطلب الدواء ده مؤقتا الى حين حل المشكله بشكل اوسع. نحن جروب اسمه من قلبي لقلبك. من قلبي لقلبك على الجروب الفيسبوك على البيج. ايه من قلبي لقلبك موجودين على الجروب على البيج، عندنا بيج، عندنا جروب فيسبوك وعندنا انستغرام.
طيب من جيد، قلبي لقلبك. أنا أشكرك يا أستاذة لينا ويسلم قلبك، شكرا جزيلا على هذا المجهود. شكرا لك. شكرا، شرفتينا، ونتمنى أن الأزمة تعدي. أنا أكرر بس اسم المجموعة لأني ذكرتها بشكل خاطئ في البداية، هي مجموعة من قلبي لقلبك أو من قلبي لقلبك كما قالت الأستاذة لينا، ولهم صفحة على الفيسبوك وعلى إنستغرام كذلك، بيجمعوا طلبات من لديه نقص في دواء معين، وبالتبعية صيدليات أو حتى أفراد يقوموا بتوفير هذا الدواء لبعضهم البعض. حل نسبي، حل أهلي ربما، لكن بالنسبة لكثيرين ربما لا يكون الحل الأمثل الآن. ديالة من لبنان، يا ديالة أهلا وسهلا، هل لديك صعوبة أنت أيضا في الحصول على دواء؟ مساء الخير، يعطيكم العافية. يعافيك يا عزيزتي. نحن أنا عندي مشكلة بالدواء وعندي مشكلة بحليب الأطفال بالاثنين. نحن جوزي ضغط، بده ياخد مثلا حبتين بنهار الصبح وعشية. إذا برمنا على جمعيات وعلى من قلبي لقلبك وحدة من هاو الجمعيات أو على المؤسسات أو على الصيدليات وطلع لنا علبة أو ساشية ظرف وحدة، نقسم الحبة نص لحتى تضاين لأكتر وقت ممكن. شو تأثيره ما بعدين ما بعرف. مرت عمي أو المريض يلي هو مثل مرت عمي يلي عامل ريسور لقلبه أو ستاند بده ياخد بلافيكس، والبلافيكس أوقات الحكمة مش عم تقبل البديل منه، لازم ياخد بلافيكس ضروري. هيدا مش موجود، مقطوع نهائيا. شو عم نعمل ما بعرف، عناية إلهية ماشيين فيها. انت يعني عندك مخزون يكفي لغايه امتى؟ لا لا لا، ما عم بقول لك، عم ناخد حبه بدل الحبتين بس لحتى شي جمعيه ترجع تدق لنا او شي صيدليه او شي واسطه يقولوا لنا بعد في ساشي موجوده. والحليب، الحليب يلي عم بيصير هلا كان مقطوع رقم 3 ورقم 2 بقليل حتى تلاقيه. كنا كمان عم ندقدق على الجمعيات. إذا هلأ نزل توفر رقم 3 بالصيدليات بس بأسعار خيالية، يعني قبل ما يقطعوا من الصيدليات كان ب60,000، هلأ صار متوفر ب235,000، يعني أربع أضعاف تقريبا. ده كم دولار تقريبا يا أستاذة؟ والعلب بدنا، الولد بده علبتين بالشهر. هذا إذا أنا عم بعطيه ببروني وحدة بنهار، مش عم بعطيه ببرونتين. إذا الببرون الثاني عم بغليله فيها رز لحتى يشرب مية رز. بس ده حتى الولد الطفل الصغير كمان هيعمل ترشيد على الأكل. صح، هيدا اللي بدي وصله. حتى العلبة هلأ مش قادرة أجيبها، قبل كنت قادرة يمكن أجيبها ب60,000، هلأ ماني قادرة أجيبها بالمعاشات اللي عم تنقص كل يوم بعد يوم نسبة على سعر الصرف. أنا معلش لأني مش خبير قوي في العملة اللبناني، 240 ألف ده يعني كام دولار تقريبا؟ هلا بالدولار هي منا شيء، هي بالدولار بتجي 10 دولار أو 20 دولار، منا شيء. ده كتير طبعا. نقبض باللبناني. ده كتير جدا طبعا وفقا للمرتبات، مش قليل جدا. هيدا اللي بدي وصله. وبيرجع إذا رقم 2، أنا عندي طفلين، عندي 4 أطفال 10 سنين و9 سنين، هلا شلناهم من الحليب ما في داعي حليب. عندي 6 شهور وعندي سنة. بدي حليب رقم 2 وحليب رقم 3. حليب رقم 2 هلأ عم ينقطع، عم ندقدق على الجمعيات، وإذا لقيت شي علبة يا خوفي ما بلش خفف العيار من 5 معالق ل4 معالق. الحكيمة منعتني ممنوع بيؤدي لأمراض. عم بسألها إذا فيي أبدل 4 معالق بمعلقة مي ورز، أغلي الرز ومي حط لها بدله، بيشبع الولد. هو المشكلة إنه ممنوع لكن ما عندناش بديل، ما هو مش باختيارك برضه. ما عندي بديل. تماماً. ما عندي، شو بدنا نعمل؟ مين المسؤول يا أستاذة ديالة تعتقدي من وجهة نظرك كمواطنة تراقب من بعيد وعليها إن هي تمر بكل من رأس الهرم من الدولة يلي بتعمل لك كبسات فجأة على المخازن، بس على الأرض الواقع ما في شيء. المخزن يلي مخبى عنده وما بيوزع على الصيدليات،
الصيدليات اذا قدرت تجيب اكيد عندها محسوبيات وفي عالم، يعني الصيدليه اذا اعطوها علبتين ما فيها تعطي كل العالم في اولويات. طبيعي طبيعي طبيعي، يعني اذا كان الامر وصل كيف ما برمتها العتره على الشعب واللي عنده اطفال. ونحن بنقول انا بقول كتر خير الله، يمكن ابني صار بالست اشهر يلي هلا خلقان، الولد اللي عنده حساسية بده حليب معين ما بيقدر يبدله بغسل أو شو ما كان. طبعا أستاذة ديالا أنا أشكر يعني حضرتك، شكرا جزيلا، ونتمنى أن الأمر يتحسن، تفرج إن شاء الله كما نقول. لا أعلم إذا كانت المسؤولية موزعة من رأس الهرم كما تفضلتي حضرتك، وإذا كان سيتم الاستجابة لكل هذه الدعوات. ليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذا الموضوع، الحوار حول أزمة الدواء وعواقب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية واسع جدا، يحظى بمتابعة على وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم مثلا تلقينا الكثير من المشاركات، عاطف غرد لنا وقال وصل الأمر في لبنان إلى أنه حتى المتاجرة بصحة الناس صارت شيئا مسموحا به، يعيب الشوم على هيك مستشفيات. سارة تغرد لنقطة حوار وتقول إن القطاع الصحي يتجه نحو الإضراب بسبب الوضع الذي وصل إليه من نقص الأدوية ومن احتكارها من قبل المتاجرين بحياة الناس وبنقص المعدات الطبية. هايفن يغرد أو تغرد وتقول الدولة تدعم الدواء في لبنان لكن ما بقى في مصاري لأنهم سرقوها وهربوها. للأسف وزارة الصحة مدينة للشركات بأكثر من 700 مليون دولار ولم تدفع. حمزة غرد أيضا في تساؤل وقال ماذا بقي للعيش في لبنان؟ لا كهرباء ولا مي ولا حكومة ولا قضاء ولا بنزين ولا بنوك ولا سفر ولا أمان ولا شروط سير على الطرقات ولا نظام نقل عام ولا مستشفيات ولا دواء. مجموعة من اللاءات يطلقها حمزة. أما ناصر فيقول لم يعد للمواطن اللبناني متسع من الوقت ليزاول العمل، هذا إذا بقى لديه عمل فهو يقضيه في محطة الوقود ليزود سيارته وبين الصيدليات يفتش عن هذا الدواء. إيمان غردت بالعامية أو الدارجة اللبنانية وقالت هذا هو لبنان، كل المطاعم والشاليهات والفنادق محجوزة للاستمتاع والرقص، وناس ما معها حق علبة حليب لأطفالها، وناس مريضة عم بتموت، لا مستشفيات ولا أدوية. ألبرت بعث لنا أيضا بمشاركة وقال يا مصاصو الدماء ألم تشبعوا بعد؟ يتساءل أين الضمير والشرف والأخلاق؟ أطفال رضع لا قوت لهم، شباب لا مستقبل لهم، لا أدوية لا مستشفيات. جواد أبو علاء أيضا أرسل لنقطة حوار وقال قرار استمرار استيراد الدواء لا يتحمله المصرف المركزي اللبناني وحده بل جميع القوى السياسية الفاعلة على الأرض. أما محمد فيقول إن بكل تأكيد تأثير تدهور القطاع الصحي وشح الدواء كبير وخطير على حياة الشعب اللبناني وخاصة الأدوية المنقذة للحياة. أخيرا فهد يقول أقوى مافيا في لبنان هي مافيا الدواء باحتكارها لوكالات حصرية تحقق من وراءها أرباحا كبيرة. معنيون اليوم في الاستماع لقصصكم لمعاناتكم لرحلة البحث عن الدواء، كان يفترض أن يكون معنا لطرح وجهة النظر الحكومية الدكتور رضا الموسوي المستشار الإعلامي لوزير الصحة. اعتذر قبل البرنامج بسويعات قليلة لكنه قال إن الوزير يتجه إلى تركيا في رحلة بحث عن أدوية ذات جودة عالية وأيضا ذات أسعار رخيصة أو جيدة يعود بها إلى لبنان، ربما هذا يسهم في حل الأزمة ولو نسبيا. استمروا في التواصل معنا ودعوني أرحب بضيفتي من بيروت عبر خدمة سكايب الدكتورة سارة نصيف الصيدلانية اللبنانية. دكتورة سارة أهلا بحضرتك. جزء من ما استمعنا إليه اليوم هو
قسط كبير من المعاناة، رحلة بحث يومية على الصيدليات للوصول إلى دواء. لكن الجميع متهم في وجهة نظر المواطن اللبناني، من الحكومة للبنك المركزي لشركات الأدوية وحتى الصيدليات للأسف. هل للصيدليات يد في هذه الأزمة؟ أول شيء مساء الخير للجميع. أهلا وسهلا. أكيد نحن الوضع اللي عم نمر فيه كثير 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 صعب. يعني كل يوم الأوضاع عم بتكون كثير كثير صعبة علينا. الناس عم تبرم، يعني أكثر من بركي 500 شخص أنا رح أحكي على نطاق صيدليتي بيفوتوا كل يوم عم بيسألوا عن دواء عم بيمرموا، وبتشوف عن جد نظرة يأس بعيونهم، لأنه هي أبسط الأدوية من ضغط وسكري وإشياء الكهرباء انقطعت من السوق، وأوقات هالأدوية ما في إلا بديل. صراحة يعني العطر على المواطن، بس بذات الوقت كمان الصيدلي هو واقع ضحية إذا بدك بين كل الواقع الاقتصادي اللي عم بيصير هلأ بلبنان وواقع استيراد الأدوية، وهذا الشيء كتير كتير صعب. يعني ما كنا أنا ما كنت بحياتي بتخيل أنه منوصل لهالمرحلة بلبنان. هل هناك فعلا صيدليات تقوم بتخزين الدواء تحسبا لزيادة السعر، وبالتالي بيكون عندها فعلا كميات دواء لكنها ترفض بيعها للمواطن أو تحجبها من أجل المعارف والأحبة؟ صراحة بشك بالأمر، شك بالأمر، لأنه في شحب الأدوية صار لنا من أكثر من سنة ونص تقريبا في شحب الأدوية. ما بعتقد اليوم في ولا صيدليه رح يكون ولا صيدلانه. نحن اول شيء مهمتنا انسانيه، هي نوصل الدواء للمواطن. هلا بفهم انه في بعض الصيدليات بركي عندها المرضى تبعولها بتكون عامله حساب، مثلا رح اعطيك مثل، مثلا دواء اللي هو هلا مقطوع كهرباء له وما في بديل له، مثلا انت بتكون عارف انه بالشهر عندك 5 مرضى على الكوردرون، كانوا يبعثوا لك قبل شو يكفيك من شهر لشهرين، هلا مثلا من شهر مثلا هوس الكوردرون ليتس سي فور اكزامبل، سو انت عطيت اللي ما قدرتك اول شيء بلشت بالمرضى، بعدين صار في اللي مرقوا انقطع الدواء، يعني ما بقى في شيء منه. سو هي مش قصه، انا ما بعتقد في حدا عم بيخزن الدواء، بعتقد في مشكله باستيراد الدواء اللي مش موجود بقى. يعني عندك انواع يعني ابدا مش موجوده. هنا في جزء من المشكله دكتوره ساره ايضا، انه انت عندك كميه محدوده، ما بين انه بيمر عليكي ناس، انت ماذا تفعلي؟ يعني بيتحول الصيدلي لقاضي يقرر من له الحق ان يحصل على الدواء ومن هو اولى ام ماذا؟ ما هيدا اللي عم بجرب فسر لك اياه بالمقاطعة عن حديثك، انه نحن اليوم مهنتنا اول شيء انسانيه، هي نوصل الدواء للمواطن طبعا، ونحن عارفين انه يعني رايحين باتجاه انه بعد ما رح ينشال الدعم. سو الصيدلي منه عم بخزن دواء، الدواء مش موجود، صيدلياتنا فاضيه. يعني نحن كمان بدنا نشتغل، ونحن هيدي مهنتنا، ومهنتنا اول شيء انه نوصل الدواء. وانا باكد لك انه اكثريه الادويه مش موجوده، منا مخزونه بالصيدليات. عن طريقه التعامل مع المواطن ايضا يا دكتوره ساره ساتحدث مع حضرتك، لكن خلينا نسمع بعض الاصوات ارجوكي. فرح على الهاتف من لبنان ايضا، وفرح لها ايضا معاناه مباشره في الوصول على للدواء او الحصول عليه. يا فرح اهلا وسهلا، واخبرينا بالقصه ارجوكي. مساء الخير. مساء النور عزيزتي. انا مش عارفه من وين بدي بلش. نحن عندنا حاله كثير صعبه بالبيت، زوجي عنده الكرون، هو نوع من امراض الامعاء الالتهابيه والتقرحات بالمعده. الف سلام. ماشي. بقى جوزي اول ما بلشنا كنا عم ناخد ادويه كانت متوفره، بعدين بطل فينا ناخد الدواء، قررت الحكيمه انه نعمل علاج اللي هو كنايه عن مصل بينحط فيه الادويه، بينحط بجسمه، بفوت على المستشفى من الصبح لبعد الظهر هو نايم المصل بجسمه. من شهر نتفاجأ انه بطل فينا نعمل العلاج لانه كرمال الازمه اللي عم بتصير هلا بالمستشفيات، وكمان انه الضمان بطل يعترف. نحن جوزي شوفير تاكسي، يعني اذا ما اشتغل ما فينا ناكل ما فينا نعيش. هلا اجتنا ازمه الضمان،
بتقول الحكيمة نحن بنعتذر منك، منا قدرانين نجيب بقى العلاج، رح نستعمل علاج تاني هو كلفته 13 مليون. 13 مليون ضمان ما بيعترف لأنه في أزمة ضمان، مضطرين ندفع للمستشفى 13 مليون تيفوت جوزي يعمل العلاج. أنا إذا جوزي ما عمل العلاج جوزي بيقعد بالحمام على دم، على يعني حالته بتصير حالة، مضطرين نعمله نحن لكل الحياة. طب أنا هلأ هون شو بعمل ب 13 مليون؟ أنا ما بشتغل، أنا انسحبت من شغلي وقاعدة ببيتي، كيف بدي دبر؟ هون هلأ عن جد قاعدين مش عارفين شو بدنا نعمل. بيقولوا إنه هلأ مضطرين ندفع ليقدر يعمل علاجه اللي هو كل شهرين، وبعدين قال بيقدم ورقه على الضمان وهات يعترف الضمان فيه ولا لا. كنا بالأول عم ندفع 700 ألف فرق ضمان، بهيدي الأزمة بطل فينا نعمل ورق ضمان ونفوت مستشفى. وده الحل في كل المناطق يا استاذه فرح، لانه البعض طبعا هي حاله شديده الخصوصيه اللي حضرتك ذكرتيها، لكن بعض المواطنين اللي تحدثوا الينا قالوا ان هم بيبرموا زي ما بتقولوا انتوا من صيدليه الى اخرى حتى يجدوا الدواء بعد عناء. طبعا نحن ايه، بس نحن ما في حبوب، نحن ما بناخد دواء حبوب، نحن بناخد مصل، نحن مصل. وكل المستشفيات نفس المعامله يعني كل هلا نحن طالعه صرخه كثير قويه بالمستشفيات، ما في ادويه، كل شيء ادويه دواء مزمن لكل العالم اللي بدت يعني عندها علاج دائم. انا جوزي علاجه مثلا لكل الحياه، طب هيدي الحالات شو بنعمل فيها بلبنان؟ كيف بدها تتدبر؟ من وين بدهم يامنوا المبلغ؟ ونحن وضعنا بلبنان صار صفر، تحت الصفر، ما بقى فينا المعاش. نحن يعني جوزي انا بشتغل تاكسي، بروح من الصبح لعشيه، طب اذا طلع هال 100 ألف ما بده يحط منها بنزين ويفوت اكل على البيت؟ طبعا. طب كيف بده يجيب 13 مليون؟ هي النسبه كمان نسبه الزياده يعني يعني وازمه البنزين، يعني اليوم ساعه واقف ليعبي بنزين تروح يشتغل ساعتين تيفوت مصاري على البيت. طب واجته هلا صحته 13 مليون. وانا ام وعندي ولدين. طب نحن عم نعطي من الضعف قوه وعم نقول يا رب دخيل اجريك، بس واخرته؟ طب بتشوف مثلا زلمه عمره انه انا جوزي مش كبير يعني 42 سنه، شو بيعمل؟ انت قل لي بس شو بيعمل بهيدا الحال؟ يا ريت الحل عندي يا استاذه فرح، لانه واضح ان الموضوع معقد جدا، لكن نتمنى انه من خلال طرح حضراتكم لكل هذه القصص حد يتابع ويسمع لنا ويغير بشكل او باخر من هذه الصوره الصعبه جدا. يعني هي حلقه مفرغه الوضع الاقتصادي مع الوضع الصحي، ولو حالات زي زوج الاستاذه فرح اللي وضعه الاقتصادي يعتمد مباشره على حالته الصحيه والا ما يقدرش يدخل فلوس للبيت او مصاري للبيت كما قالت. انا اشكرك يا استاذه فرح، شكرا جزيلا. خليني اسمع نادين ارجوكي قبل ان اعود لضيفتي مره اخرى. استاذه نادين اتفضلي. مساء الخير. مساء النور عزيزتي، اهلا وسهلا. معك نادين، انا ام ولدين. اهلا، ربنا يخليك. شكرا لك. عندي بيبي صغيره عمرها سنه وشهرين، يعني أنا ثائبت إنه أنا حبلت من بعد 10 سنين وجبتها لهالطفلة بوضع كنا نحن بلشنا بالكورونا وبلشنا بالتعبئة. يعني أنا ما بعرف، بشكر ربي على هالنعمة اللي عطاني إياها وبهالظروف الصعبة اللي نحن عم نمرق فيها. أنا انسحبت من شغلي أنا وحبلة، أنا ولدت بلا شغل، جوزي وقف بالشغل وقت الكورونا والتعبئة، وكنا منتحمل ومنقول الحمد لله كتر خير الله بكرة بتفرج. وصلنا لمرحلة انه وضع البلد يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم لحتى دهورونا. يعني وصلنا لمرحلة انا هلأ بدي حليب لبنتي، بدي حليب، انا ما يعني انا ما قادرة اشتري، انا مش عم بشتغل وجوزي ما عم يشتغل وما في حدا يساعدنا غير انه نطلب من الجمعيات، لانه من بعد انفجار بيروت قاموا الجمعيات وبلشوا يدعموا هالشعب اللي هو بحاجه.
لأنه اخترب بيتنا، ما بقى قادرين نتحمل أكثر من هيك. الجمعيات دي قادرة إن هي توفر أو تساعد يا أستاذة نادين؟ رح أقول لك، الجمعيات ثلاث أرباعهم بياخذوا اسمك ورقم تليفونك وبيقولوا لك نحن بنتصل فيك، عرفت كيف؟ قليل الجمعيات الصادقة بلبنان، قليل الجمعيات الصادقة اللي في بتوثق فيها. يعني أنا وصلت من قلبي لقلبك، ما في مرة قلت لهم أنا بدي حليب، أنا بدي حاضات، أنا بحاجة لحصة غذائية، بدنا ناكل، بدي طعمي ولادي، عرفت كيف؟ يعني مثل ما بيقولوا بننطر الناس الكريمة لحتى تنظر بغيرها، في ناس ميسورة، في ناس مش قادرة. يعني أنا صبية إنه أوكي صغيرة، عمري بالثلاثينات، أنا كان فيني أشتغل، ولو وضع البلد أنا ماني بحاجة، بس وضع البلد مش منيح وأنا وجوزي بلا شغل، أنا وصلت لمرحلة أنا بهيدا العمر أنا عم بطلب مساعدة من الناس. أنا كنت غير حفاض لبنتي 5 مرات 6 مرات بالنهار. أنت بتعرف هلا الدنيا عنا صيفية، لبنان هلا شوب. انا هلا بغلا سعر الحفاضات مش قادره اغير لها صراحه، عم غير لها مرتين، يعني غير ما انه تكون عامله سوري، يعني مش قادره اغير لها، عم غير الحفاض لبنتي مرتين. الحليب ما رديت على الحكيم ونقصت العيار، لانه اذا خلصت علبه الحليب عم ببرم من بيروت، عم ببرم من جبل لبنان، عم ببرم للسوق، عم ببرم من دقدق، يعني وين ما كان. بليز اي حدا عنده علبة حليب لو شو ما كان اسمه، انا بحاجة لحليب، بنتي بدها تشرب حليب. يعني وصدقني الوقت لما بتغير له حليب مش بسهولة بيقدر يتعود، فما بعرف هالولاد شو عم بيصير فيهم، ما بعرف وصلونا لمرحلة خربوا لنا بيتنا بلبنان، ما بقى خنقونا استاذة نادين. انا الأطفال. يعني اشعر تماما بما تقوليه عزيزتي، وهو للأسف هو حال عدد كبير جدا أو كل من استمعنا إليهم اليوم. للأسف من المؤلم طبعا أن نرى أن الصورة وصلت إلى هذا الحد وهذه الدوامة ما بين الوضع الاقتصادي والوضع الصحي. أنا أشكر حضرتك، وإن شاء الله يعني ربنا يقوي زوجك ويحفظ الأولاد. شكرا جزيلا. دكتورة سارة، كيف تتعاملي مع طوابير طويلة مشابهة لحالة الأستاذة نادين أو لفرح مصطفى أمام الصيدلية كل يوم وتدق على الباب تريد دواء؟ إزاي بتتعاملي وإزاي تتحملي هذا الضغط؟ صراحة أكيد بكتير صبر وبقوة إلهية بدنا نتحقق. يعني كتير صعب اللي عم نعيشه كل يوم، لأنه ما في أصعب أنه تشوف اليأس بوجوه الناس. وصراحة يعني هيدي القصص اللي سمعتها هلأ في مثلها بالألوفات، وكل نهار يعني بين التليفون وبين الواتساب وبين الجمعيات عم نجرب نساعد قد ما فينا، إن كان مادياً أو إن كان بالصبر. بس صراحة الوضع وصل لمرحلة كتير كتير صعبة، يعني ما بعرف شو الحل. لأنه أنا بقول لك بصراحة، أنا بدي أحكي عن صيدليتي شخصياً، تقريباً الصيدلية فاضية. يعني أنا معتبرة صيدلية اليوم تقريباً ما فيها دواء، ما عم بقدر أمن الشرك إذا عم بتوصلنا، عم بتوصل علبة علبتين من كل دواء. الحليب اللي كتير غلي، صار في كتير ناس ما عم بيقدروا يشتروه، ما عم نحكي النمبر 1 من 0 لـ 6 أشهر أو من 6 أشهر لسنة، عم نحكي فوق السنة. مثل ما قالوا لك علبة الحليب صار حقها بـ230 و240 ألف، كتير ناس مش قادرين يشتروها. أنا مقدر تماما أن حضرتك تقريبا جاوبتي وقلتي أنا لا أعلم ما هو الحل، لكن بما أن حضرتك من داخل المطبخ كما يقال بنت المهنة بالأساس، أنا مضطر أن أفكر معك. من وجهة نظرك بشكل عام، ما الحل؟ من المسؤول يعني أولا، وما الحل تعتقدي؟ مين المسؤول؟ يعني للصراحة أنا ما بدي فوت كتير بالشق السياسي، بس في مشكلة بالدولة، في عنا مشكلة استيراد دواء اللي بركة فيك تحكي، منحكي ما رح أحكي فيها بالتفاصيل، اللي هي إنه من شرك الأدوية في فواتير ما عم تندفع، سو ما عم بيقدر يتم استيراد الدواء. هذا كله من وراء بركة تدهور الليرة بلبنان مقابل الدولار، ومن وكتير وكتير من غيرها مشاكل. سو عندنا مشكلة استيراد دواء. عندك مشكلة تانية، هن بركة مصنعي الدواء بلبنان اللي عم بيعملوا دواء بديل منن عم بيلحقوا على الكمية، هيدا كمان بركة شق تاني. يعني نحن لازم نجرب نحسن الصناعة الوطنية تقدر تعمل كمية دواء كافية أكتر،
لازم نلاقي حل من ميله الدوله ومن ميله بنك البنك المركزي، وهي وزاره الصحه اللي مسؤوله مع شركة الادويه، يتم برك الموافقه على فواتير ويتم استيراد الدواء بكميه اكبر تقدر تكفي كل هالشغله. يعني الموضوع واضح انه يبدا وينتهي حتى عند الحل السياسي يا دكتوره ساره، لكن حضرتك ذكرتي الصناعه المحليه، ما هو واقعها الان؟ وهل يمكن احيائها فعلا في الوقت الحالي بحيث تغطي هذا العجز الكبير؟ يعني صراحة بعتقد يعني أنا كصيدلانية برك الحل مش عندي، لأنه أنا صلة وصل بين يعني بين شركة الأدوية وبين هالمواطن المعتر اللي عم يجاري بيلاقي الدواء. أنا أشكر حضرتك ونحن شكرا جزيلا فينا دكتورة نحن سارة على التواجد معنا، وشرفتينا اليوم في نقطة حوار دكتورة سارة نصيف كان لكم، الصيدلانية وإن شاء اللبنانية الله من يكون عم يوصل شوي الصوت، يوصل يعني نقدر نوصل الواقع اللي نحن فيه، الواقع المؤلم صراحة نتمنى يا دكتورة سارة، الشعبي. نتمنى أن يصل كل القصص التي استمعنا إليها اليوم للمسؤولين في لبنان. بالمناسبة أكرر مرة أخرى أن الدكتور رضا الموسوي المستشار الإعلامي لوزير الصحة اللبناني كان يفترض أن يكون معنا ويجيب على كل تساؤلاتكم ويتفاعل مع القصص التي ذكرناها، اعتذر عن البرنامج في قبل سويعات قليلة وطمأننا نسبيا، قال أن وزير الصحة اللبناني متوجه إلى تركيا للحصول على بعض الصفقات المتعلقة بالدواء، نتمنى أن يكون ذلك الحل. الحديث سيتواصل على راديو BBC عن ذات القضية وتجارب اللبنانيين مع أزمة الدواء. ألقاكم بعد قليل، أنا محمد عبد الحميد في انتظاركم.